تصدر اسم حفيد العاهلة السعودية سلمان بن عبد العزيز وكالة الأنباء والصحف العالمية بعد أن تورط مع أحد الشركات الأمريكية الكبرى في نزاع قضائي أمام المحاكم الأمريكية. ماذا حدث لحفيد الملك؟ كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مقاضاة أمير سعودي بارز لشركة أمريكية شهيرة في خلاف بينهما على حصته بملكية جزيرة ضمن جزر البهاماس. في البداية قد يبدو خبرا عاديا في أحد وكالة الأنباء، لا سيما أن عدد الأمراء في العائلة المالكة يصل إلى 7000 أمير بحسب عدد من التقارير الصحفية، إلا أن أهمية هذا الخبر أن طرف القضية هو حفيد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. ولجأ الأمير بالعائلة المالكة السعودية إلى المحكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية لحل النزاع يتعلق بشراكة تجارية تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج. وقال الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان آل سعود، وهو أحد أحفاد العاهلة السعودية الحالية، إنه يملك شراكة تتعلق بشراء حصة في جزيرة كيفكاي التابعة لجزر البهاماس، وأن الجهة المالكة للجزيرة لم تمتثل اتفاقية الشراكة بينهما. وأفاد الأمير السعودي بأن صندوق الاستثمار ومقرها الولايات المتحدة ويسيطر على الجزيرة يطالبه بدفع مبلغ قدره 5 ملايين دولار جراء اتفاقية الشراكة. وفي دعواه القضائية يطلب الأمير السعودي من المحكمة الأمريكية أن تجعل كيفكاي تحترم الاتفاقية بمنع الشراكة من إعلان أنه تخلف عن سداد أكثر من 5 ملايين دولار. ولم يرد ممثلو صندوق الاستثمار ينتاج على الفور على طلبات وكالة بلومبرج بالتعليق على هذه الدعوة. الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود شغل منصب نائب وزير الدفاع السابق للمملكة العربية السعودية، وهو الابن السادس من أبناء ولي العهد السعودي الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود. وتعتبر كيفكاي جزيرة خاصة تشبه ما يمكن رؤيته بأفلام جيمس بوند، حيث تبلغ مساحتها 220 فدان بقيمة 90 مليون دولار وفقا لتقارير مصورة نشرتها صحيفة الجارديان في عام 2015، حيث تقع شمال شاطئ موشاكاي الشهير بمنطقة إكسوما بجزر البهاماس. وتعتبر الجزيرة فريدة من نوعها بسبب مرفأ المياه العميق الخاص بها، فضلا عن مرسى خاص ومهبط طائرات خاص بها بطول 2800 قدم، فضلا عن مناظرها الخلابة وشواطئها غير الملوثة بحسب موقع برايفت آيلاند أونلاين. ووفقا لمؤشر بلومبرج لأصحاب المليارات، تمتلك العائلة السعودية ثروة تقدر ب 105 مليار دولار. وأشارت الوكالة إلى أن الأمير هو حفيد الملك سلمان بن عبد العزيز. وذكرت بلومبرج أن الأمير هو نجل الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، الذي ترأس وكالة الفضاء السعودية لمدة 3 سنوات قبل مغادرته عام 2021، بعد أن أصبح في عام 1985 أول رائد فضاء مسلم، عندما انضم إلى طاقم مكوك الفضاء الأمريكي ديسكفري في مهمة لتوصيل قمر صناعي إلى مدار الأرض.